بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناه بانوراما للاعمال الخشبيه زي ما تعودنا يا جماعة يا ريت تعملوا إعجاب للفيديو والمقطع اللي معانا ده ما تنسوش لأن الناس بتعلق وبتنسى تعمل إعجاب انتوا عارفين إن طبعا الإعجاب بيدعم الفيديو في المقطع اللي معانا ده إن شاء الله هنقدم لكم نيش شكل جديد خالص مختلف برضه شكل جديد عن الأشكال اللي قدمناها لحضراتكم قبل كده النيش ده ظلف دوران يعني واخد شكل كرف أو دوران في النص ضلفتين واخدين دوران مع بعض لما بيقابلوا بعض بيبقى شكله جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين اهون طبعا هو بس المشكله اللي بتقابلنا دايما في الاماكن بتبقى ضيقه ما بنعرفش نصور يعني الاماكن بتبقى ضيقه جدا ما بنعرفش ناخد راحتنا في التصوير ف فب... فبنصور والتليفون واقف يعني طبعا النيش معمول ابيض في ذهبي جميل جدا وده طبعا صناعي الازاز ابو وليد حاجه يعني ما شاء الله الازاز حاجه تفرح يعني الازاز متقفل كويس جدا ومفيش في اي فراغات الدولاب طبعا كالعاده المجره او السكه التركي ناعمه جدا في شغلها ما هيش اي صوت خالص في الاحتكاكات الارفف ازاز بقى طبعا المراد الزبون حب الارفف ازاز طبعا عملناها 8 مللي عشان تتحمل لان طبعا ال 6 مللي ما تتحملش